والآن هذا البرنامج تقدمه لكم ماما. ما كاين غير ماما اللي تعرف لها. استمتعوا بهذا البرنامج مع منتجات جاريدو. جاريدو تكلون زيدو. مرحبا بكم أحبابي، إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير. قبل ما نفوتوا الكوزينة حبيت نحكي معكم في موضوع أنا نعتبره مهم جدا جدا. وباش نفتحوا ونبدأوا هذا الموضوع نتاعنا، رح نقرأ لكم شعر تكتب من 3 سنين، هاد 3 سنين ولا 4، وكتباته بنتي، اللي هو رح يدخلنا الموضوع. Comme à mon habitude, je me lève les yeux gonflés, faute d'avoir sans doute un peu trop pleuré. Les jours sont les mêmes et se répètent, toujours subir les mêmes moqueries des mêmes têtes. Je ne comprends toujours pas ce qui cloche en moi. Est-ce que parce que je n'ai pas leur ventre plat? Évidemment, car dans cette société, on dit qu'il vaut mieux faire envie que pitié. Mais dès qu'un bout de graisse apparaît, ce n'est plus des formes que vous avez, vous devenez de vulgaires mouchetés. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? L'intérieur n'a plus aucune valeur. De nos jours, pour être aimé, il faut ressembler à Beyoncé. Mais n'oubliez pas que toutes ces beautés n'ont pas une once de simplicité. Si vous les voyez en vrai, vous seriez choqués. Mais vos regards incessants me rappellent constamment que je ne leur ressemble pas et vous m'avez fait tomber bien bas. Les marques sur mes bras peuvent prouver qu'à cause de vous, j'ai fini par me détester. Et si je vous montrais toutes ces traces de sang, vous trouveriez ça moins marrant. Je ne pensais pas que l'expression « mourir ou tuer » était à prendre au premier degré. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Ça, c'est les kalimats qui sont écrits dans les kalimats de français, qui sont écrits sur le harcèlement, le tanammur, دراسي التنمر في المدرسة. كي نقرأوا هذه الكلمات بلك نحسبوا باللي بنتي عانت من التنمر، الحمد لله لا، قبل كنا دائما هنا، لكنها حساسة كثير لهذا الشيء، للتنمر الدراسي. مصغرها عندها 15 عام، هذه 3 سنين 4 سنين كانت تحاول أنها الناس اللي تحس باللي راهم يعانوا من التنمر تتقرب منهم وتساعدهم. التنمر الدراسي ممكن يحطم نفوس، ممكن دا أطفال للانتحار، شيء مش سهل. في هذه القصة راه تقول لهم اون في كي دي روندور لي شيا معمرة طايحين عليها، انتي يا سمينة وانتي يا كذا وانتي يا كذا وانتي يا كذا، حتى يوصل الطفل ولا الطفلة يكره نفسه. نحكي لكم تاني شيء، انا بنتي كنا حطيناها في مدرسة ان كوليج مسلمان، يعني با بوكو ما كاش بزاف فرنسا، لكن كنا حطيناها فيه. قلنا بالإضافة إلى البرنامج الدراسي ممكن تتعلم القيم الإسلامية، تتعلم العربية وتتعلم. النية كانت هنا، لكن نصدمت باللي حتى مع ناس اللي نورمالمون يعني الديانة الإسلامية هي ديانتهم وراهم راهم راهم في 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 ان كونكون ومحمي بيها، كان لارسيلمون. كانت في السيزيام أول عام في الكوليج في المتوسطي، كانت معها واحدة، هما التماكينة يعني قاع عندهم مستويات مادية شوية مليحة، هاديك مستواها المادي كان أقل من الأخرين، ما كانش تلبس لي ماخك، أما أنا كانت تتعاير كل يوم لأنها مشي ما لابساش مليح ولا مقطعة ولا مهرهلة، لأنها ما كانش تلبس لي ماخك. يعني ممكن أن أنفون يتعاير ويحس باللي هو أقل من الأخرين برك باسكو ما لبش دماغك. علاش ولادنا هادو اللي يسبوا التنمر، علاش كاين اللي يطلعوا كي من هاك؟ علاش كاين اللي يحسوا برغبه انهم يحبطوا من الاخرين باش يبانوا هما؟ وكيفاش حنا ممكن نحمي ولادنا مهما كان السن تاعهم من التنمر؟ لانه فعلا فعلا ممكن يدمرهم. الموضوع تاعنا شويه حزين وشوية، لكن ضروري أننا نحكو فيها. أنا حبيت هذا العام أنه أكيد رانا نطيب ورانا نتعلم مواصفات، لكن نسمح لنفسي بحكم العلاقة اللي تطورت بيني وبينكم، علاقة الصداقة وعلاقة الثقة، أننا نحكو في مواضيع حتى لو تكون حساسة لكنها مهمة جدا 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 في حياتنا ولازم ننتبهوا لها.
التنمر الدراسي موضوع شائك وكبير، راح نزيدو نكملو نحكو فيه واحنا نطيب مع بعض. وصفاتنا اليوم راح تكون بليزابا وجدين اي فوت الكوزينة. مرحبا بكم في مطبخ شهرزاد ووصفات شهرزاد وحكاياتنا مع بعض. الوصفة الأولى راح نديرو إنونتخي نحبها بزاف. إنونتخي راح نطيبو فيها الكبد، لكن راح نستعملو كبد العجل، الفوا دو فو وزونيون كاراميليزي بالبصل المكرمل، وراح يكون فيه منكه بالرند، منكه بالزعتر، راح يكون فعلا جميل. وصفة أنا تعجبني بزاف يعني، وصراحة نفضل لحم نحل العجل على لحم الخروف. المهم راح نبدو وصفتنا وراح نكمل حكايتنا على التنمر، لأنه أنا قلت لكم هذا موضوع شائك ويهمني بزاف بزاف. هاد الشعر اللي كتبته لكم، هالكلمات اللي كانت كتبتها بنتي، كان عندها بالك هذه 4 سنوات من اللي كتبتها، كانت ستان دوفوار، كان فرض، كان لازم يكتبوا على موضوع يهمهم وعلى قافية وعلى ريتم الشانسون تاع كابريل لا كوريدا اللي يحكي فيها على الثور كيفاش يتعذب ومع هذاك في الأغاني. المهم كي كنت حطيت هذاك الشعر في مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، بزاف راسلوني، بزاف امهات راسلوني وصديقات اللي ما كنتش متخيله انه هما عانوا، ولادهم عانوا من التنمر الدراسي، يعني عانوا بزاف لدرجه انه ولادهم كرهوا المدرسه، كرهوا رواحهم، مرضوا. يعني هذا الامر مش هين، لانه ممكن ما نلاحظوش، ممكن ما نشوفوش. الطفل اللي يعاني من التنمر ما يجيش يحكي، مرات كثيرة ما يجيش يحكي لوالديه، لأنه خايف لو كان يحكي من الغوبخيزاي، خايف من الناس اللي يتنمروا عليه، وخايف ممكن كون يزيد يحكي يزيد يصعب الأمور عليه ويزيد يعقدها، وتبان له باللي إلي فريمون سو لغوبخيز، يعني راح فريمون تحت السيطرة نتاع حد الناس اللي ردينه أقل من لا شيء. المشكل انه للطفل ما حكاش وخلاها في قلبه، راح تكبر. والمشكل تاني انه ما ولاتش عندنا دي ستركتور في المدارس ولا اللي ينتبهوا لهالشيء. التنمر الدراسي يعني مش شيء امر اللي ممكن يخص بلد وما يخص بلد اخر، التنمر الدراسي موجود في كل البلدان المتطوره والغير متطوره، ومرات البلدان المتطوره متواجد اكثر من البلدان الغير متطوره، باسكو تهما يحبوا في المدرسه يحبوا يحطوا رواحهم دي غاد، انا اقوى. وانا هنا ضروري انك تكوني فيجيلونت تصرفات ولادك، اي تصرف واي اختلاف في التصرف نتاعو لازم تكوني فيجيلونت عليه. الا شفتي بلي ولدك يغير المعامله نتاعه ولا ان بو بليز اغريسيف، عنده عنف اكثر، ولا قافل على نفسه اكثر، ما يحكيش، ما يهدرش، ما ياكلش، اكيد كاين حاجه لازم تبحثي فيها، لازم تخلي ولدك صديقك ما يخافش منك باش يحكي لك، ويعرف بلي عنده باه وعنده ماه ممكن يصيب الحل. هنا درت الزبده، دير كمية مليحة من الزبدة، هنا عندي 150 غرام زبدة، حطتها في الفلاكوكوت نتاعي، الكبدة نتاعي قطعتها وراني نقلي فيها، غادي نقلي فيها نملح، ندير لها ملح فلفل اسود، من بعد نقلعها، وفي نفس هذيك الزبدة راح تطيب لي البصل. هنا عندي كمية من البصل، كمية معتبرة من البصل، فايت كيلو بصل قطعيه شرائح كي من هاك، عندي ثوم، عندي رند، وعندي الزعيت راح نستعملها، ومع التالي المعدنوس. وقلت لك بالنسبة للتوابل برك ملح وفلفل أسود، لازم نحسوا فعلا البنة تاع الكبدة. اليوم أنا نحكو على التنمر الدراسي، نحن نحكو كذلك على التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي. بين الأشياء اللي ممكن مثلا نقولها، ناس كي يشوفوا مثلا شهرزاد تحكي على موضوع كيما هكا، يقول لها انت هاد الناس على مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا لها انت ما كان مدخلك على تهاضي في مواضيع ما يخصوكش، ماكش حاسبه روحك محلله نفسانيه، ولا حاسبه روحك مانيش عارف واش، التهيغي بالطياب تاعك. هاد العقليات تاع تحبوا تحطوا دي جون دون دي كاز، والتهيب عقليتك وما تلتهيب والتهيب ماكلتك، ولا نو تعلموا انتوما الى حبيتوا ولادكم يطلعوا بقيم
انه انتم تحترموا الناس وتحترموا هما واش حابين هما واش يكونوا. درك هنا راني نقلي في في الكبده. هوب هالا بنينه بزاف بنينه بزاف بزاف هاد الوصفه. انا ولادي يحبوها. ولحم لحم الخروف في لحم العجل يجي طري على لحم عفوا كبد العجل يجي طري على كبد كبد الخروف. وهنا احلفها ونتبلها من الجهه الاخرى. الوصفه بسيطه بحد ذاتها. شويه عندك عندك البصل تاخذ لك شويه وقت تخليها تتكرمل على خاطرها. اوف وراح نتبلها الجهه الاخرى. هلا حط لها ملح وفلفل كحل وما نحطش تابل واحد اخر. بهذه الطريقه هذا الشكل. ناخذ سكين نحاول نفتح كذلك هذيك الكبده باش تدخل لها الطياب من الداخل بهذه الطريقه. هنايا كي تفتحيها وتشرحيها بهذه الطريقه يدخل لها ثاني الطياب من الداخل بهذا الشكل. كما قلت لك لتفادي التنمر وباش تحمي ولادك من التنمر حاولي انتي تكوني صديقتهم. حاولي تخلي ولدك ما يخافش منك يجي يحكي لك، يعرف باللي عندك راح يسيب الحل وممكن مع بعض تتفادوا تتعدوا هذه المحنه. فدير كو الناس اللي تتنمر تاني اغلبهم ما عارفينش واش راهم يديروا خصوصا كي يكونوا اطفال. ما تبلاش باللي راه يضر هذاك الطفل لدرجه انه ممكن يدمر له حياته كل. راه يزعق راه يضحك راه يتمسخر مع اصحابه. كلنا مرينا بهذه المرحله. يا شفنا ناس تنمروا عليها يا شفنا ناس تتنمر على ناس واحد اخرين. نعلموا تاني ولادنا. الحمد لله انا هذا الشيء في بنتي مثلا الكبيره انه كي تشوف اطفال نظلموا وهي قادره تحميهم انها تدير هذاك الشيء، يعني انها تروح تحمي هذاك الطفل وتخليه وتخرجه من ديك العزله. علمتهم انه الساكت على الحق شيطان اخرس. يعني لو شافت طفله وصديقه ليها ولا زميله في الطفل في المدرسه يتنمروا عليها وهي ما حكاتش وكانها مسؤوله على التنمر اللي راها تعاني منه هذيك الزميله. فوالا درك هنا قليت الكبده تاعي. هذاك الزبده راح تتبنن بهذيك الكبده تتقلى من بعد كنا راح تعاود تكمل طياها مع البصله. راح ننزعوها نحطوها في اناسيات نخلوها على جنب ونحطوا في نفس هذيك الزبده اللي طابت فيها الكبده البصله اللي ها راح تجي فيها البنه نتاعها تعطيها فعلا بنشبه بزاف. اوب هلا نحيهم شرائح الكبد وفي هذا الزبده راح نحط البصله نتاعي. البصله هنا قطيت بصله حمراء تعطي لنا شابه. راح نحطها في هذا الزبده اللي طاب فيها الكبده. تحفه تحفة. هذه من بين الوصفات اللي تقدم في أكبر المطاعم الفرنسية. وهنا نحرك مليح باش كل هذيك البصلة تاخذ هذوك لي سوك نتاع الكبده اللي طابت لي هنا. لا راح ندير لها رند اوراق رند
راح ندير لها توم. توم راح نخليه فص كيما هكا حبيبه التوم. سا سي دو سي دو لاي روز دونك ما نحتاجوش نقولوا له جيرم نتاعو. واش عندنا؟ عندنا ملح فلفل كحل، ملح فلفل كحل، وعندنا لو تان. الطريقة الزيت راه تنكهها بشكل جميل. دائما هاد الاعشاب ماذا بينا نزرعوهم عندنا، ميم الى ما كانش جاردان نديرو دي بتي بو، ميم في البالكون، ميم في الكوزينه، يعني غير دي بتي بو كيما هاك نحطو فيهم ديك الزريعه. ما شاء الله احنا عندنا الشمس، يعني خرجيهم غير يستعاونوا شويه في الطاقه، يعطوك يعني دائما تكون عاد تحت يدك البازيليك، لو تان، لو رومارين باش تنكهي بيهم. المعدنوس والقزبر نصيبوهم ينباعوين، هذوك ما عندناش مشكل، ما نحتاجوش نزرعوهم، بصح هادو مرات ما نصيبوهمش كيما قلت لكم، كيما لو تان، لو رومارين، لو بازيليك، ماشي دائما نصيبوهم ينباعو في الاسواق. فوالا عزيزتي، انا هنا نخلي البصله نتاعي الطيب طيب على خاطرها راح تطلق الماء تاعها وراح تتكمل، ومن بعد هاد الكبده نعاود نردوها طيب في البصله، نعاود نخلوها تكمل طيابها، هذاك الجو نردوه يزيد يبن لنا البصله، ونخلو الكبده تكمل طيابها. هنا راني دايره الماء يغلي، راني حابه باش تكون عندي، قادره تقدميها كمقبله كما قادره تقدميها كطبق. كي الا حبيت نقدمها كطبق نحط لها دي بات، نحط لها عجائن. انا هادو لكم جاي ان كو دو كور بور سي بات بنان وصحيين. هذه العجائن اللي مخدومه بفرينه العدس الاحمر. هنا دائما في نوتخ اللي نطيبوا فيه لي بات راح نحط كميه من الملح. انا نحب نحط شويه زيت فيه، وهنا حتى في الماء اللي راح يغلي فيه راح نحط شويه زعتر. داكور، هذه الطريقه. وراح ندير العدس يطيب للداخل باش نقدموه مع الكبده بالبصله. هي طيبيه كي طيب لك البصله وتحطي معها الكبده، على طيبيه يعني ما ياخذلكش وقت بزاف تاع الطياب، واحد 10 دقائق كي يكون الماء يغلي، واحد 10 دقائق يكون طيب لك. المهم انا نخليها تتكمل هنا كما قلت لكم، بعد نحطوا لها الكبده نتاعها. نطلعوا فصل صغير ونرجعوا نشوفوا ثاني وصفه لينا اليوم. جبت لكم وصفه الطبق يموت عليها البهارنا، وصفه الطيحان معمر، طيحان محشي بالبطاطا اللي منكه بالليمون. واش قصه هذه القصه؟ واش الحكايه هنا؟ هنا عندنا طيحان جبناه نقيناه وفتحناه كوم دي بوش بهذه الطريقه كامل، راه موجد كيما هاك. عندي 5 حبات طيحان كيما هاك معمر، وتحليه لداخل، قولي البوشي نتاعك يحلهولك. بور فو دير هذه الوصفه في رمضان كامل ياكلوها، ولي بوشي كاع طايحين عليهم باش ياكلوا، باش يكومونديو عليهم طيحان، طيحان محشي. باش غادي نحشيوا هذا الطيحان؟ عندنا هنايا شويه لحم، شويه لحم مفروم فيون داشي، عندي هنايا شويه بصله، عندي زيتون خضر مقطع دق، وعندي كذلك روز. هنا غادي جو لي فيغ غوفينيغ اونسون، بعد ندير لهم الروز ومن بعد نحشي بهم. باش يتقدم بالبطاطا. البطاطا راها مقشره وراها مقطعه دوائر، راح ندير لها لا ماريناد نتاعها، راح تكون فيها زاز دو سيترون، وراح بعد كي نطيب في الفور. اوب، راح نحط زيت الزيتون، اوكي، نقلي البصل، راح نقلي بصله، عندي بصله مقطعه دق،
قلي البصل، قلت لكم بعد راح نقلي معاها شويه لحم مفروم، ماشي بزاف، عندك واحد 100 150 غرام. وعندي هنا الزيتون راح مقطع داق، نكون قلعت له الملح من قبل. وهنا عندي الروز راني مغلياتو، راني سلقاتو باش من بعد نخلطوه يعطي بنه، يعطي طراوه ديك لا فيون داشي، يعطي في الحشو هذاك، وثاني يغرم لك، يعني تحطي كميه قليله نتاع لا فيون داشي وهو يغرم لك. هنا كي تتقلى البصله نزيد لها اللحم. نشوفوا الكبده تاعنا، ما نسيتوش الكبده اللي كنا حطيناها في الكبده، البصله اللي كنا حطيناها، الطيف هذاك في هذيك الزبده. شوفوا شوي اون اكستاز ديفون سيت اونيون، ما شاء الله تحفة، البنة نتاعه تحفة. عليكم أنا كنت صغيرة ما كنتش ناكل البصل، كنت نفرزه كي الوالدة الله يذكرها بالخير، والله يسمع الله إن شاء ربي تسامحنا، كنت نفرزه والما يكون نفرزه، دروك وليت نموت عليه. دروك هنا نرد الكبدة نتاعي داخل، تزيد تكمل الطياب نتاعها، وتزيد تبنن لي البصل، وهي تتبنن كذلك بالبصل. اوب، لا ننسى الجو اللي خرج منها، فوالا. هنا راح نضيف اللحم المفروم، كمية قليلة. هادي معظم الديور الوهرانية والسفرات الوهرانية تكون هذا الطبق محطوط فيها هذا الطيحان المحشي، خصوصا في رمضان، يعزاز في رمضان. وحاجة لازم تعرفوها أنه يطيبوه هو يكون أفضل لو لوندوما، يعني يطيبوه البارح من داك واللوندوما يلي ميور، باسكو لو جور ميم ما تقديش تقصيه فاسيلمون، الغدوة يطرى واللي تحفة. هنا نخليها تزيد واحد 10 دقائق ونطفي عليها الكبده. بالنسبه للحم تاعي ما نخفلش عليه، نخلطه مليح باش ما يتكورليش. اوكي، راح نضيف له زيتون، زيتون خضر، نضيف له معدنوس هنايا، معدنوس مقطع دش، نضيف له نصف الكميه، ونتبل ملح فلفل كحل، ملح فلفل كحل، ونحرك. صاي وجدت لي هذه الخطوه، هنا جو ريكوبير الخلطه تاعي، عندي هنا بصل، فيون داشي، لحم مفروم، عندي الزيتون، فوالا. واش نضيف لهم؟ راح نضيف لهم روز، نخلط. نقص على الكبده تاعي. دوك هنا نخليه يبرد شويه داكو، ونروح نتلهو بالبطاطا تاعنا. البطاطا تاعنا واش راح نديرها؟ راح نقطرها من الماء، دوك نقيتها وحطيتها في الماء باش ما تكحلليش، وراح ندير لها سورت دو مارينات، راح ندير لها الزبده، نزيد لها زيت زيتون، ونزيد لها ملح فلفل كحل، ونزيد لها البيرسيل اللي بقالي، ونمالكسيها مليح.
نقطرها. ونحطها لداخل. قلت لكم راح نحط لها زيت زيتون زبده. هنا ناخذ زبده زيت زيتون لو زيز دو سيترون بشر الليمون ولو بيرسيل اللي بقى لي. جو فير اون سورت دو مارينات. هنا نحط الزبده داكور. نحط لها زيت زيتون ولا زيت المائدة. نحط لها بشر الليمون. نحط لها المعدنوس. ملح فلفل كحل. ملح فلفل كحل. اي جو مالاكس بيان. خلطهم بيان 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 بهذه الطريقة. وراح نضيفهم للبطاطا نتاعي. انا عندي ان بلا اللي يروح للفور. هذيك البطاطا راح نفرشها ومن بعد الطحين راح نحشي وراح نحطهم الفوق. تحيه لناسنا وحبابنا في وهران، وتحيه كبيره للطبخ الوهراني. وهنا نضيفها كل ماريناد. نضيفها للبطاطا. نخلط مليح. هذا الشكل. وراح نفرشها في البلا اللي راه عندي. هلا ناخذ البلا ونفرشها لداخل. ما نحتاجش نزيد زيت زيتون ولا زبده في البلا باسكو ديجا هي راني دايرت لها لا ماريناد اللي راه فيها زيت زيتون والزبده. هنا نطفي على الكبده. سي بون وحرقوا عليها. روح شوفوا 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 هذاك البصل كي تكرمل، هذيك الكبده اللي دات البنه نتاعه يا عيني. شويه خبز مطلوع ميرفي. هاي دي اولا. هذا الشكل. هنا واش باقي لي؟ نطيحها نحشيه. ناخذهم و ناخذ الحشو نتاعي ونعمر الداخل. نعمر مليح مليح بهذه الطريقة. نعمرهم كي سوا جينيروزمون غومبلي. كي تقطعيه لداخل تجي الحشوة جينيرو في الحشو نتاعو. بهذه الطريقة. ونحطو فوق البطاطا ونعمرهم كامل كيما هاك. احلى اكله وهرانيه لاحلى ناس. هنا واش راح ندير لها؟ فيلي دويل دوليف الفوق، ملح، فلفل كحل. راح تتغلف وتروح للفرن. الفرن راح مسخن عندي 180 درجه مئويه. نرفو عليها. طلع على خاطرها. ايه شفت حاجه شويه ما هلا
نسيت نزيد لها شويه ماء، طيب في ديك البطاطا ما تنشفش، كنت انا عندي فيها شويه مرقه. فوالا اي ولا نغلف عليها بيان. ونحطها طيب في الفور ونتلاقوا نشوفوا الكبده نتاعنا والطحال نتاعنا محشي على طاوله التقديم. اليوم طيبنا لي زبا، طيبنا كبد العجل بهذوك لي زونيون كاراميليزي وقدمناه. انا قلت لكم درت لكم سوجيشن باش تقدموه مع لي بات، سي تان ديليس. هذاك الكبد يجي طري ويجي فريمون بنين ومنكه جوست كيفو، بلا ما نكثروا عليه. وهذاك البصل اللي يعطي بنه للكبد نتاعنا وهو ثاني يتبنى داك الكبد جوست تحفه. قدمنا طبق وهراني اكسيلونس، درنا طحال محشي قالوا هانا على بالهم باش على واش راني نحكي، والاخرين غادي يعرفوا بلي هذه الوصفه مشهوره كثير تماك ومحبوبه كثير في وهران، او بوان كو يا ميم دي ريبور دو ستوك نتاع الطحال محشي معمر بالبطاطا في الكوشه. بنين ديك البطاطا تاني نكهناها وعطينا لها ديك لا مارينا اللي تجيب الزبده وتجيب البيرسيل بالماء النوف وزيت الزيتون، وهذاك الطحال اللي يجي محشي تاني بلا فيون داشي والزيتون. ان ديليس، قلت لك دو بريفيرونس الغدوه من داك يكون اونكور ميور. اليوم حكينا كذلك على التنمر، حكينا على التنمر الدراسي. التنمر الدراسي انا اناشدكم بالله كل الامهات انه مرات on peut passer à côté، يعني قدو ما نشوفوش باللي nos enfants راهم يسوفريو بسبب اطفال واحد اخرين اللي عندهم السن تاعهم اللي راهم يقروا معاهم راهم يعانوا بيهم. وناشد كذلك لي زونسيون لو كور انسيون المدرسين انه passer à côté d'un harcèlement scolaire ça peut détruire une vie. نفوتو قدام تنمر مدرسي ممكن يدمر حياه الابد، اطفال راحوا للانتحار. هذا الشيء انا قلت لكم ما راحش يخص غير بلدنا، راح يخص يعني يصيبوه في كل البلدان، وبالك في البلدان الاجنبيه يكون اكثر. الله يحفظكم، يعني اولادنا امانه في رقبتنا احنا كاولياء ولو كور انسينيون. هلاو لي في رواحكم بصحه والراحه. الى لقاء اخر مع لمسه شهرزاد على سيرتي. تابعتم هذا البرنامج برعاية منتجات جاريدو. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ماما مكاين غير ماما اللي تعرف لها.